الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الافاضل، واهلا بكم معنا في نشره الاخبار الاخيره نقدمها لكم مباشره من الاولى في الرباط وتتابعون فيها. بعاصمة المملكة العربية السعودية تتواصل فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي، وفي مخرجاته شراكات تجارية واستثمارات مشتركة، وذلك لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الرباط والرياض. أسود الأطلس ومعهم الجماهير المغربية تطلعون لحسم التأهل إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم على رأس المجموعة في آخر جولات الدور الأول أمام منتخب زامبيا. الفنانة حسناء الطور تعرض آخر إبداعاتها الفنية بالرباط، لوحات تشكيلية تجعل من العيون تيمة بارزة، نظرات متعددة رسمتها ريشة حسناء فأبدعت أحاسيس مختلفة. أهلا بكم. بمونروفيا مثل رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الحفل الرسمي لتنصيب رئيس ليبيريا المنتخب جوزيف بواكاي. وتميز حفل التنصيب بحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الوفود وأعضاء الهيئة الدبلوماسية المعتمدة بليبيريا وعدد من الشخصيات. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله قد بعث برقية تهنئة إلى السيد جوزيف بواكاي على أثر انتخابه رئيس الجمهورية ليبيريا، أعرب فيها جلالته عن أحر تهاني جلالته مشفوعة بتمنياته الصادقة بالتوفيق في النهوض بمهامه السامية لخدمة الشعب الليبيري الشقيق وتحقيق تطلعاته للمزيد من التقدم والنماء. وفي وقت سابق اليوم أدى جوزيف بواكاي اليمين الدستوري لولاية مدتها 6 سنوات عقب تفوقه على في نوفمبر الماضي على الرئيس المنتهية ولايته جورج ويا. وبالرياض، وفي اليوم الثاني من الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي، أكثر من 250 شركة سعودية ومغربية وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة أجروا سلسلة لقاءات من أجل التعريف بالبيئة والفرص الاستثمارية وبحث الشركات في مجالات مختلفة. مراسلة من الرياض المبعوثي الأولى ليلى عصلي وأحمد حمري. غرفة الرياض وبحث سلة من المقاولات المغربية والسعودية عن فرص لتوسيع نطاق استثماراتها في قطاعات متعددة من بينها الفلاحة والطاقة المتجددة وكذا التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. هذا الأخير قطاع تتخصص فيه سيدة الأعمال المغربية فاطمة الزهراء بن طالب، والتي تسير شركة عالمية لها فروع بالمغرب أوروبا وأمريكا، وهي واحدة من مجموعة من النساء المقاولات المشاركات ضمن هذه اللقاءات الثنائية للأعمال، حيث فرص جديدة تنفتح للجانبين. احنا كنقلبوا على شركات سعودية اللي محتاجين اليوم دي كومبيتونس اللي ما متوفرينش عندهم هنايا، ونحلوا الشفرع ديالنا هنايا ونخدموا معاهم في هذا الميدان. احنا كان اون ديفلوب فيت برامج على وعلى الموبيل وعلى المنصات الويب. احنا من رواد المواد الغذائيه في المملكه العربيه السعوديه الحمد لله. بيهمنا أي بلد فيها تصدير للمواد الغذائية خاصة الفروزن فود، ويهمنا زيادة بلاد لأنه بتعرف في رزنامة زراعية تبدأ تنتهي، لازم نبدأ إن شاء الله نبحث عن مصادر جديدة وإن شاء الله خير بيننا وبين المغاربة بإذن الله. بحث عن فرص تجارية ممكنة بعد شرح مستفيض حول الخطة الاستراتيجية السعودية للحرص على التمكين والخدمات والربط المالي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية. ركزنا على الصناديق السيادية داخل المملكة العربية السعودية وأيضا المملكة المغربية، ركزنا على الصندوق الزراعي، الصندوق الصناعي وأيضا الصندوق السياحي. كان هناك مفاجأة للمستثمرين المغربيين أن الصناديق هذه تقدم خدماتها للمستثمر المغربي بنفس الجودة وبنفس المتطلبات للمستثمر السعودي. وإنشاء صندوق استثماري مغربي سعودي لتمويل المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة بغرض تشجيع الانفتاح على السوق السعودية والإفريقية هي من بين التوصيات التي خرج بها هذا الملتقى المغربي السعودي. لتنمية القطاعات، بعض القطاعات الاقتصادية، وكذلك تنظيم المعرض ملتقى المملكتين في أقرب وقت،
وإنشاء شراكات مغربية سعودية للذهاب إلى السوق الإفريقي جميعا. اتفقنا مع الإخوان في مع الجانب المغربي أن تكون هناك زيارات متخصصة لصناعات متخصصة مثل الفلاحة، مثل صناعات البتروكيميكال، مثل القطاع اللوجستيك. فإن شاء الله إحنا من زملائنا مع الجانب المغربي يكون هناك جدول للقاءات أخرى في 2024. توصيات تهدف إلى مواصلة تعزيز ديناميكية التعاون بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، خاصة بين الفاعلين الاقتصاديين الخواص للبلدين. هو طموح من أجل استثمار مشترك أكد عليه الجانبان ضمن أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي من أجل رفع القيمة المضافة وخلق فرص الشغل. رواد الأعمال المشاركون سواء السعوديون أو المغاربة أكدوا على ضرورة رفع مستوى التعاون إلى أعلى بين المملكتين الشقيقتين، المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية. من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ليلى عسلي وأحمد حمري للأولى. دوليا، وفي تطورات ملف الشرق الأوسط، واصل الجيش الإسرائيلي قصف خان يونس كبرى مدن جنوب قطاع غزة، واشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس، فيما لا يزال أفق وقف إطلاق النار مسدودا بعد اليوم 80% من الحرب في غزة. تفاصيل مع حفيظ الهواري. في خان يونس قصف إسرائيلي واشتباكات عنيفة بين جنود إسرائيليين ومقاتلين فلسطينيين قرب جامعة الأقصى ومستشفى ناصر. القصف الإسرائيلي استهدف 5 منشآت تضم 30,000 نازح، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، ليصل عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة إلى 25,295، أغلبهم من النساء والأطفال. في الاتحاد الأوروبي تساءل اليوم جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد عن الحلول الممكنة، مشددا على حل الدولتين ومؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها. وذكر بوريل بالإدانة الصادرة عن الأمم المتحدة لرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي غير المقبول للدعوات لإقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة. في الوقت الذي يبدو التوصل إلى حل طويل الأمد أمرا صعبا في ظل العنف المتواصل، يشدد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي على أن الوقت حان للتحدث عن حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم الإسرائيلي يزرائيل كاتس، وبعده بنظيرهم الفلسطيني رياض المالكي، كما سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بنظرائهم في مصر والأردن والمملكة العربية السعودية. رداءة أحوال الطقس تجتاح عددا من البلدان الأوروبية متسببة في انقطاع الكهرباء، توقف حركة المرور وإلغاء الرحلات الجوية. تقرير عبد الحي ناصر. عاصفة إيشا المحملة بالأمطار الغزيرة والرياح القوية تجتاح منذ أمس الأحد بريطانيا، متسببة بتعطل شبكة السكك الحديدية وإلغاء رحلات جوية وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل. وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إنه تم تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 160 كيلومتر في الساعة في شمال شرق إنجلترا. وفي اسكتلندا توفي رجل مسن بعد اصطدامه بشجرة سقطت جراء مرور عاصفة إيشا بالقرب من إدنبرا، وتم إصدار إنذار أحمر من الرياح القوية خلال الليل والتي تسببت في توقف القطارات جراء سقوط الأشجار على القضبان والفيضانات. أما بإيرلندا فقد تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 230 ألف منزل في شمال غربي البلاد، وتم إلغاء 150 رحلة جوية في مطار دبلن أمس الأحد، لكن الحركة استؤنفت صباح الاثنين. ولم تسلم كذلك إيرلندا الشمالية من مرور عاصفة إيشا التي تسببت في انقطاع الكهرباء عن 45 منزل على الأقل وتضرر بعض الأشجار. أما بالولايات المتحدة الأمريكية فقد أدت عواصف عنيفة ودرجات حرارة صقيعية ورياح ثلجية لا سيما في ولايات تينيسي وكنتاكي في حوادث مرور أوقعت عشرات القتلى خلال الأسبوع الماضي، كما أحدثت اضطرابات في حركة الطيران وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وإغلاق عدد من المدارس. وطنيا، وتماشيا مع تعليمات الملكية السامية في دعم السيادة الصحية ببلادنا، نظمت الجمعية المغربية المهنية للمستلزمات الطبية لقاء تواصليا حول موضوع قطاع المستلزمات الطبية في المغرب أين نقف. سعيد الإدريسي، سفيان إبراهيمي، ونوال مهتوب.
اليوم الدراسي الذي تنظمه الجمعية المغربية لمهني المستلزمات الطبية تطرق إلى مستجدات قانون المالية 2024 والمتعلقة بالقطاع. اللقاء دعا إلى انخراط المهنيين في دعم السيادة الصحية وتقوية الأمن الصحي وتطوير المنظومة ببلادنا، كما تناول أوضاع وتحديات وكذا رهانات قطاع المستلزمات الطبية وكيفية المساهمة في تطويره كقطاع وتعزيز آليات وإمكانيات الصناعة في مجال المستلزمات الطبية. لأنه لقاء تواصلي مع أعضاء الجمعية من أجل مناقشة جميع الأمور المتعلقة بتطور تطور القطاع، خصوصا أننا في واحد الظرفية اللي كنخدموا على السيادة الصحية الوطنية اللي كتهدف أنه المغرب يولي حاضنة للصناعة المواد الصحية في المغرب وبالنسبة للقارة الإفريقية. فابريكاسيون لاندستريالزاسيون ديال هاد المستلزمات الطبية في المغرب خاصها تكون واحد الأولوية للشركات اللي في هي في دومين المستلزمات الطبية مع التنسيق مع الوزارة الوصية ديالهم ديال الوزارة الصحة ومع التنسيق مع جميع لي زاكتور ديال المجال ديال لي ديسبوزيتيف ميديكو. وكنحاولوا حنا كجمعية ما أمكن أننا نحثوا جميع الشركات أنهم يزيدوا القدام ويديروا واحد لو با اون افون بارابور على فابريكاسيون لاندستريالزاسيون ديال لو ديسبوزيتيف ميديكو. اللقاء التواصلي مع مهني القطاع تدارس السبل الكفيلة في دعم السيادة الصحية والوسائل الناجعة لحماية الأمن الصحي، وذلك عبر خلق جسور التواصل مع الوزارة الوصية وكافة المتدخلين المهنيين في المجال الطبي، خصوصا ما يتعلق بالأدوية والصيدلة، إلى جانب تحديث المنظومة الرقمية لتنشيط المصادر والإجراءات وبالتالي تحقيق العلاج والصحة العامة. وفي أخبار الرياضة، حافظ المنتخب الوطني على كامل حظوظه لتصدر المجموعة السادسة من منافسات كأس أمم أفريقيا بالكوت ديفوار، 4 نقاط من مبارتين، متقدما على خصومه في انتظار الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام زامبيا لتأكيد الصدارة. تفاصيل مع خالد الرغوت. بعد إجراء مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم بالكوت ديفوار، أسود الأطلس يتصدرون حاليا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من فوز على تنزانيا وتعادل المنتخب الكونغو الديمقراطية. الفوز الأول للمنتخب الوطني المغربي في هذه المنافسات كان على حساب نظيره التنزاني بنتيجة 3-0. حمل التوقيع كل من العميد غانم سايس في حدود الدقيقة 30 من بداية المباراة. تلاه بعد ذلك هدف ثاني من إمضاء عز الدين أناحي في الدقيقة 77 قبل أن يختتم حصة الأهداف في هذا اللقاء يوسف النصيري في الدقيقة 80 من المباراة. المواجهة الثانية للمنتخب الوطني المغربي صدم خلالها مع منتخب الكونغو الديمقراطية. في هذه المباراة احترم المنطق بنتيجة هدف لمثله. أسود الأطلس كانوا هم السباقين للتهديف مبكرا منذ الدقيقة 6 من بداية اللقاء عن طريق أشرف حكيمي قبل أن يلعب العياء دوره في الجولة الثانية من المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، ليعدل منتخب الكونغو الديمقراطي النتيجة بهدف في الدقيقة 76 لتتأجل بذلك فرحة التأهل الرسمي لأسود الأطلس للدور الثاني، وذلك إلى غاية إجراء مباريات الجولة الثانية والأخيرة من دور المجموعات، حيث سيكون المنتخب الوطني المغربي مع مواجهة قوية ضد منتخب زامبيا الذي يتواجد في الصف الثاني في الترتيب المجموعة السادسة إلى جانب منتخب الكونغو الديمقراطية برصيد 2. أبناء المدرب وليد الركراكي مطالبين في هذه المباراة الأخيرة بالخروج بنتيجة التعادل على الأقل لضمان بطاقة التأهل للدور الموالي، فيما الفوز يضمن لهم صدارة المجموعة السادسة، كما أنه في حالة الانهزام لا قدر الله أمام منتخب زامبيا فالحظوظ للتأهل ستكون قائمة في حالة تعادل منتخبي كونغو الديمقراطية وتنزانيا، كما أن هناك إمكانية أخرى لتأهل الأسود في حالة الخسارة وفوز الكونغو الديمقراطية على تنزانيا، وذلك ضمن أفضل التوالت وفقا لنتائج المجموعات الأخرى. وبعيدا عن لغة الحسابات، نتمنى فوزا عريضا لأسود الأطلس في مباراة الأربعاء القادم أمام منتخب زامبيا ليؤكد بذلك قوته ورغبته في الذهاب بعيدا في هذه المنافسات القارية.
ورياضيا دائما احتضنت القاعة متعددة الرياضات ببن سليمان البطولة الوطنية للتنكسود والخاصة بفئة الصغار بمشاركة جل الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للتنكسود. أمين هناوي وعبد الرحمن زيان. على مدى يومين احتضنت القاعة المغطاة ببن سليمان البطولة الوطنية للتنكسودو الخاصة بالصغار والصغيرات أقل من 14 سنة بمشاركة 8 عصب تنتمي للجامعة الملكية المغربية لرياضة التنكسودو. البطولة شهدت تنافسا قويا بين جميع المشاركين قصد ضمان مقعد داخل المنتخب الوطني للفئة الصغرى المقبل على المشاركة في عدة ملتقيات دولية. جيت باش نشارك في هذه البطولة الوطنية وربحت فيها وبغيت نشرف البلاد ديالنا كنشرف الأستاذ ديالي. مشاركة جميلة جد ممتازة. أنا كنحب بزاف التنكسودو كان المستوى جد ممتاز الأجواء جميلة جدا. البطولة التي شهدت إقبالا كبيرا من المشاركين الصغار تبرز المجهودات المبذولة من طرف الجامعة الملكية المغربية للتنكسودو من أجل تطوير الممارسة وزيادة عدد الأندية. كنعيشوا أجواء البطولة الوطنية للصغار والصغيرات أقل من 14 عام. كتعرفوا بأن هذه السنة هذه يعني مرت الإقصائيات ديال هذه البطولة عبر 8 ديال العصاب، وكتعرفوا بأن الموقع الاستراتيجي ديال بن سليمان هو اللي خلانا ناخذوا بن سليمان، يعني الناس اللي في الجنوب كيطلعوا لبن سليمان والناس اللي في الشمال كيجيوا لبن سليمان، يعني بن سليمان نقطة عبور ويعني المدينة وسط المغرب. لحظة تتويج الفائزين بألقاب هذه البطولة الوطنية لفئة الصغار والصغيرات وأيضا تكريم بعض الأسماء التي ساهمت في تطوير ونشر هذه الرياضة بمختلف مدن وجهات المملكة. ومن جانبها احتضنت القاعة المغطاة عين الشق بالدار البيضاء منافسات النسخة الأولى لدور المرحوم لطيف الإدريسي لسامبو بمشاركة جل الأندية الوطنية. المنافسة تهدف أيضا إلى إبراز مواهب الفئات الصغرى. عودة إلى أمين هناوي لكن هذه المرة بعدسة محمد العروي. القاعة المغطاة بعين الشق بالعاصمة الاقتصادية تحتضن النسخة الأولى لدوره المرحوم لطيف الإدريسي في رياضة السامبو بحضور أغلب الأندية الوطنية المنتمية للجامعة الملكية المغربية للسامبو والتايجيتسو، مناسبة أيضا لاختيار مواهب العديد من الفئات العمرية خاصة الفئات الصغرى. جيت ندير مسابقة السامبو اللي غنلعبوا فيها الميداليات ناخذوا فيها الشهادات اللي بزاف تاريخ خطاو فيها الميداليات. جيت باش نلعب البطوله انا فرحان حيت ربحت وان شاء الله نولي بطل المغرب. الدوري المنظم تكريما لروح المرحوم لطيف الإدريسي ومساره الرياضي الكبير سيقام بشكل سنوي من طرف اطر واعضاء الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه السامبو والتايجيتسو. أستاذ الإدريسي رحمه الله كان من الأقطاب ديال 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 فنون الحرب في المغرب وبالأخص جيدو والسامبو اللي عطى الكثير للسامبو، ولهذا درنا له هذا الدوري اللي غادي يكون كل سنة يتعمل. أود أن أشكر الجامعة المغربية اللي نظمت هذه التظاهرة الرياضية في حق الوالد ديالي والمرحوم الأستاذ لطيف الإدريسي مولاي حميدة الله يرحمه هذا النهار ويوسع عليه. كنشكر جزيل الشكر الأستاذ ديري السقلي اللي كان على رأس الجامعة. على مستوى النتائج النهائية لهذا الدوري الوطني فوز الجمعية الرياضية الخيرية بالمركز الأول، المركز الثاني كان من نصيب جمعية النجاح والمركز الثالث عاد لجمعية المحيط، ولحظة تتويج جميع الفائزين. أحاسيس مرهفة ونظرات شاحبة، عيون تجسد المعاناة وأحيانا الأمل وأحاسيس أخرى، هكذا تنظر حسناء الطور إلى المرأة وهذه المرة عبر الريشة واللون. رضا العبيدي ونورتين صابر. الفنانة التشكيلية حسناء الطور تقاسم زوار معرضها بالرواق الفني النادرة بالرباط أعمالها إلى غاية 28 من يناير الجاري، رؤية فنية أخرى من المرأة وإلى المرأة. المواد اللي كنخدم عليها تقدروا تلقاو أكثرية المرأة، ولكن تقدروا تلقاو بزاف ديال الحالات النفسية ديال المرأة. عندي حالة بحال ديك واحد اللوحة هنايا كنت
كانت الفقدان ديال الاخ ديالي وعبرت عليها بزاف لان سيتي ان دوي بوغ نوتغ فامي. ولا قدرت تشوف اللوحات ديالي كتبدل حسب المود ديالي وحسب كنعبر لان الفن عموما هو سي اون فاصون دو بارطاجي دوك لي سونتيمون اللي عندك يا معاناه يا فرح يا دا كتحاول كتقولهم بطريقه ديال الصباغه. اعتقد ان هذه الفنانه العصاميه اعتمدت على الرموز الشخصيه او معاناتها، ربما هذه اللوحات مستوحاه من معاناه واحزان تعيشها هي في باطنها. وقفه للتامل، لمطالعه اللوحات، لصبر اغوارها. لي طابلو دو نوتر ارتست حسناء. لوحات الفنانه التشكيليه حسناء تمحورت حول تيمه المراه، ونحن جد مسرورين بهذه المبادره الفنيه حيث تمثل هذه الاعمال الابداعيه المراه في كل حالتها النفسيه مرورا بمشاعر الحزن الفرح والانشراح. هذا شيء رائع. هي التي بدات الرسم دون موعد مسبق. حسناء الطور توظف القماش تاره والورق تارة أخرى، وأما الرسالة فواحدة، قضية المرأة. اللحظة مشاهدينا نتوقف عند جديد حالة الطقس في بلادنا مع لبنى بن رامي. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى النشرة الجوية. الأجواء مستقرة بأغلب مناطق المملكة مع هبوب رياح قوية مصحوبة بزوابع رملية ستهم محليا جنوب الأطلس الصغير والأقاليم الجنوبية. درجة الحرارة العليا ستصل مقاييسها إلى 21 درجة بكل من الدار البيضاء ووجدة، كما ستسجل 26 درجة بمدينة أكادير، بالعيون مرتقبة 27 درجة و31 درجة ستسجل بالقويرة. بالنسبة لحالة البحر سيكون هادئ إلى قليل الهيجان بالمتوسط، قليل الهيجان إلى هائج بسواحل البوغاز، هائج إلى كثير الهيجان بسواحل شمال طرفايا، وسيكون قليل الهيجان إلى هائج بسواحل أقصى الجنوب. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. ختاما مشاهدينا، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة. بعاصمة المملكة العربية السعودية تتواصل فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي، وفي مخرجاته شراكات تجارية واستثمارات مشتركة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الرباط والرياض. أسود الأطلس ومعهم الجماهير المغربية تطلعون لحسم التأهل إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم على رأس المجموعة في آخر جولات الدور الأول أمام منتخب زامبيا. الفنانة حسناء الطور تعرض آخر إبداعاتها الفنية بالرباط، لوحات تشكيلية تجعل من العيون تيمة بارزة، نظرات متعددة رسمتها ريشة حسناء فأبدعت أحاسيس مختلفة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.